حضراتكم في آخر فقرة، وزي ما كنت بقول فقرة مهمة جدا وملف هام جدا. خلينا نقول إن في ارتباط كمان كبير جدا بين السياحة وبين الآثار، وفي عدة عوامل كمان بتكون مشتركة. في فرص كمان وتحديات بتواجه السياحة والآثار المصرية، علشان كده مؤخرا نظمت جامعة المنصورة المؤتمر العلمي الأول حول الفرص والتحديات اللي بتواجه الآثار والسياحة، وكان في كمان توصيات من المؤتمر وكيفية تنفيذها. خلونا على كل حال نروح لهذا الملف. معنا في الاستوديو الدكتور محمد عبد اللطيف، استاذ الاثار الاسلاميه والقبطيه بجامعه المنصوره. يا صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور، واهلا بيك. صباح الخير. وطبعا يمكن زي ما قالت نهاوند، موضوع الاثار والسياحه ومؤخرا كمان موضوع الاثار على وجه التحديد واخد اهتمام كبير جدا من الراي العام، ويمكن انا قلت يمكن لسه الكلام ده امبارح بينا كلنا علماء اثار فجاه، يعني دي حاجة لطيفة، بس الاهتمام نفسه حلو بالتأكيد. كويس. خلينا نبتدي الأول بالمؤتمر والتحديات التوصيات. خلينا ناخد الأول شكل بسيط كده، يعني مش عايزة أستبق وأقول لك، مع إن التوصيات دي دايماً بيطلع كلام ما بيتعملش، بس نسمع الأول إيه برضو اللي موجود عندكم، إيه اللي كنت عايزين تعملوا، إيه التوصيات دي طالعة عشان إيه؟ هيبقى يعني هتقعدوا مع ناس بعد كده في الوزارة، التوصيات دي ناخده ندي معاهم ولا كعادة المؤتمرات اللي إحنا بنشوفها؟ الاول يعني صباح الخير عليكم وعلى كل مصر كلها، وبشكركم على اهتمامكم بهذه يعني القضيه الكبيره جدا التي تهم الاقتصاد القومي في البدايه، وتهم كل مصري. قضيه السياحه والاثار هي جزء من همومنا كلنا في ظل الركود السياحي. الحقيقه فكره المؤتمر نبعت من كليه السياحه والفنادق جامعه المنصوره، ودعمت هذه الفكره بشكل كبير جدا الدكتوره امينه شلبي عميد الكليه، وايضا الدكتور محمد حسن القناوي رئيس الجامعه الذي وفر لنا كل الامكانيات لاقامه هذا المؤتمر بهذا الشكل. يعني كمان يعني احب اقول ان انا بوجه الشكر للدكتور خالد العناني وزير الاثار لرعايته لهذا المؤتمر، واعتذر هو على الحضور في اللحظه الاخيره، لكن ده مهم جدا تضافر الجهود ما بين الجهات التعليميه وبالذات الجامعات الحكوميه مع المؤسسات الرسميه للدوله في هذا الاطار. الفكره الاساسيه لهذا المؤتمر نبعت من انه كلنا على مستوى العالم، على العالم كله يعرف الاثار المصريه، بس يعرفها كويس قوي بالنسبه للاقصر واسوان. لهم شهره يعني ما حدش يقدر ينازعها ابدا يعني. لكن الحقيقه المواقع الاثريه في الوجه البحري تكاد تكون مجهوله بنسبه كبيره جدا او منسيه، على الرغم ان في مواقع اثريه لا تقل اهميه ابدا عن مواقع الاثار من مختلف العصور على فكره. في لسه هسالك في ده، ان هو مواقع اثريه فرعونيه ولا بنتكلم عامه على الاثار سواء بقى قبطيه اسلاميه؟ لا من كل العصور. احنا الحمد لله يمكن مصر عندنا ميزه كبيره جدا، تقريبا في كل محافظات مصر عندنا كله الحقيقه، كل محافظه من محافظات مصر تكاد تكون يعني بنسبه 80% من محافظات مصر تكاد تكون متحف مفتوح للاثار من مختلف العصور. يعني لو قست الكلام ده على كل المحافظات فيها فرعوني يوناني، بقول لك 80% تقريبا من المحافظات فرعوني يوناني روماني بيزنطي اللي فيه الفترة المسيحية، إسلامي، حتى عصر حديث بتاع أسرة محمد علي يكاد يكون كده. يعني لما يجي نطبق الكلام ده على محافظات الوجه البحري هنلاقي الدقهلية فيها نفس هذه الميزة، محافظة البحيرة فيها ناس ما تتخيلش ان محافظة البحيرة فيها المدينة الثانية في مصر في عدد الآثار الإسلامية، يعني كل التركيز والأضواء على الآثار الفرعونية. محافظة كفر الشيخ لرشيد. طب يا لا نحب نتعرف، نحب نتعرف، يعني حضرتك عرفنا ببعض الأماكن دي، لأن الحقيقة ممكن يكون احنا وناس كتير جدا متفرج علينا مش عارفين ده فعلا، يعني ايه اللي موجود مثلا في الدقهلية؟ شوف اللي موجود في الدقهلية فيها مجموعة من التلال الأثرية الهامة جدا، وهذه التلال كانت الدقهلية في فترة من الفترات كانت إحدى عواصم مصر في العصر الفرعوني. فيها تميل أمديد وفيها منديس، ومنديس دي كانت العاصمة هي اللي بنذكرها كده. فيها يكفي أن نقول أن الدقهلية فيها دار ابن لقمان، دار ابن لقمان التي شهدت قصر لويس التاسع أثناء حربه ضد مصر، وده انتصار ونموذج عظيم جدا للجيش المصري للمصريين، وعلى فكرة برضه نموذج جميل جدا لانتصار وبراعة المرأة المصرية. اللي كان بيقود مصر في هذه الفترة كانت شجر الدر، وده تصحيح الاسم مش شجرة الدر أو شجر الدر أو شجر الدر. سيدة مصرية عرفت أن زوجها الملك مريض وفي حالة سيئة، أخفت الخبر، كانت في حكيمة جدا يعني. يعني دايما بنقول العنصر النسائي بيظهر أحيانا في التاريخ، بس في حاجة يا دكتور هنا عايزة أقول لحضرتك عليها، للأسف البعض شوه
هذا التاريخ الى حد ما لما يختص بشجره الدور زي ما حضرتك بتقول تم تشويهه شويه، ما اعرفش ده بقى يعني رجع لفكر او نظره ذكوريه ولا ايه، بس زي ما حضرتك بتقول ان احنا درسنا هذا الكلام في تشويه شويه للحقائق. هو حضرتك طبعا احيانا بتدخل، يمكن التشويه ده نابع احيانا من بعض الدراما التي عرضت، كان لازم تتراجع بشكل كويس. صحيح. اظهروا شجره الدور بشكل المراه اللي هي يعني المتحكمه المسيطره. نعم. دون اظهار لهذه السيده التي حكمت مصر 80 يوم فقط، كانت مثال قيادة حكيمة جدا، حافظت على سرية الجيش، حافظت على زوجها رغم أنه كان على فراش المرض، حتى أنه توفي وتم نقله من المنصورة إلى القاهرة ودفن في ضريحه الموجود في المعز سرا ولم يعلم أحد، واستدعت ابن تورانشاه. دي ملحمة عظيمة جدا يعني تحتاج لحلقات في السرد فيها. لما نشوف على الجانب الآخر محافظات أخرى، لا محافظة الغربية، أنا بتكلم ليه على الوجه البحري بصفة خاصة، لأن المؤتمر كان هدف من أهدافه إبراز هذه المواقع الأثرية في الوجه البحري بصفة خاصة. المحافظة الغربية فيها آثار فرعونية، صان الحجر في الشرقية وصال الحجر، في فرق بين الاثنين في محافظة الغربية والشرقية، آثار إسلامية. مش مزارات، مش معمولة مزارات سياحية. هو للأسف أقول لحضرتك يعني مثلا عندنا مكان فرعوني جميل جدا في الشرقية مثلا معبد ذهبية الحجارة. هذا المعبد يحتاج ميزانية ضخمة جدا لإعادة بناءه، وإذا ما أعيد هذا المعبد تقدر تقول عملنا معبد الأقصر أو الكرنك الجديد في الوجه البحري. بس طبعا مشكلة الميزانية الضخمة اللي محتاجها هذا المعبد لإعادة تركيبه وأحجاره وحالته الطبيعية جميلة جدا، ومعمول له توثيق من الزملاء في الآثار منذ سنين عديدة، وينتظر فقط مد يد المساعدة لإعادة بنائه وتركيبه. يعني احنا أنجزنا في الستينات أيام التضافر مع اليونسكو نقل معابد كاملة بتاعة النوبة، وده المعابد كمان تم فكها. ودي كانت فكرتي ان احنا ممكن نعرض ده دلوقتي، ايه المشكلة ان احنا العالم كله بيهتم بأثارنا، ايه المشكلة ان احنا نحاول نكرر التجربة دي؟ اي نعم طبعا هتبقى أصعب بس يعني نحاول. هقول لحضرتك هي المشكلة تكاد تكون في كلمة السر في التمويل. أيوة. التمويل الذاتي لوزارة الآثار، يعني وزارة الآثار مرتبطة بتمويل ذاتي. صح. منذ فترة طويلة، وكانت هي إحدى مصادر الدخل القومي، وللأسف التمويل الذاتي ده مرتبط بحركة السياحة. حركة السياحة تقريبا منذ 6 سنوات تكاد تكون شبه متوقفة، يعني على استحياء كده 10% 20% مما كان يأتي في 2010، وده ما بيغطيش حتى نفقات المرتبات. وده اللي بقول عليه إن لابد من الدولة من إعادة النظر مرة أخرى، وده بيطالب بيه زملاء حاليا كثير جدا وبيتعاطف معاهم. هو طالب الوزير، يعني خلينا نقول برضه دكتور خالد عناني طالب بيه الاثار في الموازنه العامه. صح. للدوله في الاعتبار من العام القادم، لان كده بصراحه في اثار كتيره جدا بتقع وبتقع يعني الزملاء في الاثار مش بتقع. بس خليني اقول لحضرتك حاجه برضه، لان ده بالظبط كان سؤال انا واجهته بشكل مباشر لسياده وزير الاثار، وقلت له يا فندم احنا بنشوف كوارث وبنعرضها، وبعض المنابر الاعلاميه الاخرى بتعرضها، والناس على السوشيال ميديا بتعرضها، بعض البيوت وبعض يعني القصور وغيره والاماكن الاثريه اللي بتبقى مقلب زباله، اللي للاسف ما فيش اي اعمال صيانه فيها ولا ترميم وغيره. قال لي نفس الكلام حضرتك بتقوله ده، يعني كان بمنتهى الصراحه وانا احترمت ده جدا. هو كان بيتكلم ان وزاره الاثار تمويل ذاتي، والمشكله ان انت عشان تمسك مثلا قصر من هذه الاثور وترممها انت محتاج رقم كبير جدا. فحتى لو في فلوس داخله في الميزانيه بتروح للصحه مثلا كاولويه، تروح للتعليم، فالاثار الى حد ما بتبقى يعني مش من الاولويات. لا هي الدوله عهدت دايما ان الاثار مش محتاجه فلوس، بتغطي نفسها. ويمكن انا بقول لحضرتك الكلام ده يعني بنفس يعني متفق مع الدكتور خالد في هذا الموضوع، لان انا كنت تنفيذي لوقت قريب في الاثار. انا كنت رئيس قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه في وزاره الاثار، ويعني عاصرت ذلك بنفسي. يعني كانت ايد الواحد مغلوله احيانا في بعض الاماكن اللي محتاجه 50-60 ألف جنيه، ومش لاقي لها مصدر التمويل الكافي عشان عمليه انقاذ سريع مش ترميم، لان الترميم في الاثار يحتاج الى ملايين عديده جدا يعني. فدي بصراحه يعني وانا شايف في توجه جميل جدا قريته وتابعته على يعني الانترنت والمواقع الصحفيه، بان لجنه الثقافه والسياحه والاعلام بدات تعيد النظر، وهتعرض الطالب من الحكومه من وزاره الماليه وزاره التخطيط اسف باعاده النظر في محاوله ادراج الاثار للموازنه العامه للدوله. ويعني اتمنى حتى بنقول عشان ما نثقلش على كاهل الدوله، حتى لو هذا الادراج مؤقت لحين انتهاء الازمه، يعني
من حين ما تتعافى حركة السياحة وترجع لطبيعتها من الممكن يكون يعني لابد ان ادراج الاثار في الموازنة العامة بشكل عادل. طيب هل ممكن يبقى في افكار اخرى؟ يعني مثلا على سبيل المثال كان قريب في سويسرا كنا بنتكلم ان كان في متحف للاثار الغارقة ورحنا وصورنا وغطينا. هل المتاحف دي، ما هو السؤال بقى هنا مهم، هل المتاحف دي اللي هي بتبقى متاحف المصرية في الخارج ممكن ان هي تساعد يعني تروج او هو عملات يعني؟ دي برضو بعض الحلول السريعة لكنها ما بتبقاش منجزة. ليه بقى؟ هقول لحضرتك احنا عندنا مشكلة ان كم كبير جدا من المتاحف الاوروبية العالمية زرتها تقريبا كلها في اوروبا وفي امريكا يعني. القسم الرئيسي فيها هو الاثار المصرية الايجيبتولوجي، فعندهم كم كبير جدا من الاثار اصبحوا حاليا مع بعض المغالاة في تكاليف المعارض اللي بتيجي من مصر اصبحوا حاليا بيعتمدوا على العرض المتحفي بالتبادل بينهم وبين بعض. يعني متحف اللوفر ياخد قطع يوديها مثلا للعرض في النمسا او في المانيا، البريتش ميوزيوم ياخد من البريتش ميوزيوم ويوديها فرنسا، متحف الدوله برلين يوديها اسبانيا، مش وهكذا. فطبعا ده كويس جدا لكنه يعني ما بتبقاش مستمره معاك، وفي منافسين ليك كثيرين جدا في هذا الاتجاه. هي طبعا المفروض يعني تبقى في حلول اخرى خارج الصندوق لزياده وتنميه الموارد. بعيدا عن الحلول ونرجع يمكن للموضوع الاساسي واللي انا مركزه فيه واللي هو موضوع المؤتمر، حضرتك بتقولي ان في حاجات او المؤتمر الغرض منه الاساسي ان انا بكشف للناس ان في وجه بحري في العديد من المواقع الاثريه. ايه برضو ممكن تكون المواقع الاثريه الموجوده بس اللي ينفع نزورها؟ يعني انا عايزه اعمل دعوه من خلال برنامجنا ان احنا نعرف الناس ان في اماكن في بحري، مكان واحد اثنين ثلاثه اربعه ممكن نروح نزوره ونتعرف على، وفي نفس الوقت بنعمل دخل للسياحه بتاعتنا. ما هو في بس مش جاهز الاستقرار عشان كده في مزار سياحي في البعض جاهز. انا عايز اقول لحضرتك ان بس قبل ما انسى يعني موضوع المؤتمر، ان هنا بصراحه انا كنت مقرر اعمل مؤتمر، وعايز اوجه الشكر لكثير من الزملاء الذين تعاونوا في المؤتمر وبذلوا جهود حسيسه جدا. الدكتور احمد حسن رئيس قسم الفنادق، الدكتور نرمين شكري قامت بجهود جباره جدا في لجنه التنظيم والاعداد، واللي نال استحسان كثير جدا من الضيوف الاجانب وبالذات من المعهد الالماني للاثار اللي كان ليهم شراكه معنا في الموضوع. المناطق اللي ممكن نزورها في هذه الاماكن، دار ابن لقمان في المنصوره مهيئه جدا وجاهزه للافتتاح. وهتوعدنا بقى ان احنا من خلال كاميرا تنورونا وتشرفونا ان احنا نروح ونصور ده ونعمل دعوه للناس انها تشوف الاماكن الاثريه. احنا نستحبكم لكن التصاريح تبقى من وزاره الاثار برضه. لا احنا هنطلع التصاريح يعني مش عايزين تقلق من التصاريح. هتتكلم عشان الكاميرا يعني عشان الكاميرات؟ طبعا لان دي انا يعني لا املكها حاليا، انا خارج الموقع التنفيذي، لكن ممكن الدكتور خالد بصراحه بالتأكيد ولا يتاخر في ذلك، وكل الزملاء في الاثار متعاونين لان ده مهم جدا القاء الضوء على هذه الاماكن. التلال الاثريه اللي هي كانت عاصمه مصر في العصر الفرعوني في دقالية موجودة وجاهزة، تل منديس، مناطق الآثار في الغربية جاهزة، منطقة تل بسطة في الشرقية مهيئة جدا للزيارة، منطقة المدن الأثرية الإسلامية، مدينة رشيد، يعني مدينة رشيد حضرتك نموذج مصغر للقاهرة، منازل ومساجد وأماكن طواحين للغلال وحمامات عامة، ومدينة فوة المدينة الثالثة في مصر، في فوة في محافظة كفر الشيخ، تل الفراعين أو بوتو في كفر الشيخ. أنا بكتب ورا الدكتور عشان كل هذه الأماكن. لا يعني حدث ولا حرج يعني. فكل هذه الأماكن يعني لما نعدد احنا 7-8 مزارات على مدار، دول عايزين جولة مثلا سياحية لو تحطوا في برنامج 3-4 أيام. طب اصلا في حركه هناك ولا لا؟ يعني والله بص للاسف احيانا الحركه متوقفه لعده اسباب، احيانا بتحتاج خدمات مساعده. يعني بمعنى ايه؟ الحكايه مش مشكله الاثار لوحدها، الاثار جاهزه وعايزه ومنطقه مهيئه لاستقبال الناس، لكن الطرق اللي بتوصل الاماكن ديت زي منطقه دهشور ما مش جاهزه. منطقه الخدمات ده دور وزاره النقل، ده كان قصدي على وزاره النقل. الخدمات اللي السائح جاي مش عشان يتبهدل بعد الجوله، عايز مكان كويس كافيه يقعد عليه يتناول مشروب، فالخدمات اللي حوالين المكان دي مشكله وزاره السياحه. الناحيه الامنيه دي لازم يبقى في تنسيق مع الداخليه وشرطه السياحه والاثار. فهي المفروض العمليه برضو، ويمكن انا اعتقد خطوه كويسه جدا اتعملت الاخيره، هي اول اجتماع من سنين طويله جدا كنت بنادي بيه المجلس الاعلى للسياحه اللي كان برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وديت حاجه كويسه جدا اتعملت في الشهر الاخير ده
يعني انا اتكلمت عنها في برامج كتير قبل كده تفعيله، لان الوزراء المعنيين والمسؤولين وزاره الاثار والسياحه وهيئه تنشيط السياحه وهيئه الاستعلامات والداخليه والنقل والطرق والكباري، الناس مش متخيل الحاجات دي كلها دي متداخله، هي دي اللي في النهايه بتوصل لهذا المنتج ان هو يبقى منتج مقبول وترويجه مستساغ، وفي نفس الوقت تبقى الحركه عليه مش حركه وقتيه او موسميه، لان في نوع من السياحه يعني على قد حالهم زي ما بنقولوا، مش لازم يجي لك في الهاي سيزون في الشتاء، ممكن يجي لك في ايام الصيف حتى لو الصيف اللي تكون مهيئة للاستقبال، يعني زي ما حضرتك بتقول حتى لو مثلا امثله زي دار ابن لقمان وغيره جاهزه للاستقبال، لكن لو ما فيش طرق، لو ما فيش فاسيلتيز او اللي هي الخدمات، اكيد ما في الاول في الاخر لا قيمه لها يعني. فدي كانت او ده كان قصدي من السؤال. طيب معلش هروح لحاجات، لان ما زي ما قلت حضرتك ملف بيهمني جدا، المساجد الاثريه. طبعا. المساجد الاثريه فيها ازمه، و طيب طب ده خبر بقى يا جماعه، صباح الخير يعني نقول تاني واحنا بنتناقش دلوقتي في ايه، قولي لي تاني كده، مليون و150 الف وحصل تسهيل استيلاء، ده من موظف في مصلحه الاثار في امبابه تحديدا، مليون هو التايتل بتاع مفتش اثار، مليون و150 الف وتسهيل كمان ل طبعا الرقابه الاداريه، يعني شابوس الصراحه زي ما بتقال، او عمل رائع احنا متابعينه بقالنا فتره طويله جدا. بس يا جماعه انا نفسي افهم حاجه، مليون و150 الف مش عارفه 35 مليون جنيه 60 مليون جنيه، يعني ارقام غريبه بصراحه. يعني زمان كانت 1000 جنيه 10000 جنيه، بس هي رشوة كبرت صغرت في الاخر يعني، رشوة طبعا الموضوع، بس بقى في زياده قوي في، يعني عمال تسمع كل يوم موظفين في ادارات وهيئات مهمه، يعني ايه يا جماعه في يعني. بهذه المناسبه احب اوجه، وهذه ليس نفاقا ولا رياء، التحيه لهيئه الرقابه الاداريه طبعا، لا 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 كل التحيه في الضربات المتلاحقه التي لا تفرق بين مسؤول هام وبين موظف صغير. صح صراحة الفترة صح الأخيرة يعني شفنا الناس على مستوى عالي جدا في أماكن قيادية، تم طبعا التعامل معها بكل حيادية وبكل أمانة ونزاهة. طيب دكتور تسمح بس نروح لفاصل ونرجع نكمل، وبعدين نروح بقى للسؤال اللي أنا كنت عايزة أسأل حضرتك عنه عن المساجد الأثرية. خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حديثنا مع دكتور محمد عبد اللطيف. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل بنتكلم عن الرقابة الإدارية ودورها العظيم جدا في الفترة الأخيرة لكشف الفساد والفاسدين والمتورطين في قضايا فساد. ده شق. الشق الثاني كنت بسأل دكتور محمد عن المساجد الأثرية. المساجد الأثرية كان في كده مشكلة كانت بتقع بين وزارة الأوقاف ووزارة السياحة، فعايزين برضو نفهم منه الوضع دلوقتي في إيد أنهي جهة بالظبط. دكتور تفضل. الحقيقه يعني وزاره الاوقاف بتتحمل عبء كبير، لكنها في الاتجاه الخاص بها بالاثار يعني معذره، يعني الماده 30 من قانون حمايه الاثار اللي هو القانون 117 لسنه 83 المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2010، هذه الماده نصت صراحه ان دور العباده او المناطق الاثريه اللي هي مخصصه للعباده والتي تقع في حوزه وزاره الاوقاف يكون الجانب الفني فيها على وزاره الاثار، إعداد المقايسات وإعداد المشروعات الترميم، ولكن التحمل المالي على وزارة الأوقاف. يعني أنا كنت شرفت طب الفترة. بعيدا عن البيروقراطية بشكل كده، إيه عايزين نتكلم ببساطة كده. ببساطة شديدة. أيوة جدا هي الحكاية سهلة جدا. الآثار تعد هذه المشروعات فنيا، والأوقاف تتكفل بدفع هذه المبالغ، لأن الآثار حاليا كانت في الأول على فكرة، وده اللي المشكلة، الأول كانت الآثار ما بتطلبش بهذا البند، يعني كانت بترمم المشروعات وعلى نفقتها الخاصة وبتقول مش مشكلة. لكن دلوقتي مع ضيق الأزمة المالية الآثار ما عندهاش، وفي نفس الوقت الأوقاف ما بتدفعش، لكن هي ببساطة شديدة جدا للمرة الأخيرة الآثار جانب فني تعد المشروعات والأوقاف تتحمل التكلفة. طيب ده بالنسبة للترميم، لا خلينا بقى بالنسبة للأسف لحوادث السرقات. حوادث السرقة كان مقترح من فترة إنشاء شركة للأمن تبقى بالتعاون ما بين وزارة الآثار والأوقاف من 5 سنين، ولا أدري حتى الآن لماذا توقف هذا المشروع. الحقيقة برضو الزملاء في شرطة السياحة والآثار بيبذلوا جهود كبيرة جدا، لكن أعتقد محتاجين لدعم أكثر في عدد الأفراد، لأن عندنا المناطق الأثرية ما شاء الله مترامية والمساجد في كل حتة. طب
حضرتك كنت تنفيذي لغايه وقت قريب، يمكن حتى في الفصل حضرتك قلت لي ان لغايه وقت قريب جدا جدا كنت في موقع تنفيذي في الوزاره. في الوزاره، فاحنا بنتكلم على ان ازاي نحمي اثارنا ان هي تتسرق. مش بتكلم بقى اثار اسلاميه، انا بتكلم اثار مترميه الاطراف. الحل في المخازن بتاعتنا، لان احنا عندنا مشكله كبرى جدا، او يعني كبرى بجد، يمكن فتحناها اكتر من مره، مشكله المخازن. تسجيل الاثر، ان هو لازم الاثر يسجل بشكل دوري بشكل سريع، ما نستناش ما يتقبض عليهم وهم سارقين اثار ويفضل 3 سنين في الحجز مع القضيه عقبال ما تخلص. يعني بنشوف حاجات برضو الحقيقه يعني تثير الواحد. يا شوف اللي حضرتك قلتيه ده 3 أو 4 نقاط ناخدهم واحده واحده. بدايه النقطه الاولى، موضوع الامن. عندنا مشكله كبيره جدا في تفعيل اجهزه المراقبه وكاميرات الامن في كل المواقع الاثريه. الحقيقه ان في بعض المواقع اللي جاء لها كاميرات للمراقبه ولكن غير فعاله، لانها ما فيش بنود الصيانه لها، لا تعتمد، ما فيش بنود صيانه عليها، عشان كده بتتعطل كثيرا جدا، وده برضه بيبقى ليه جانب مؤثر يعني جدا. يعني ادفع فلوس قد كده واقف عند بند الصيانه. في الاخر ده بيعطل كتير جدا في كشف هذه السرقات، وبعدين اكيد هذه العصابات او هؤلاء المجرمين بيبقوا متابعين هذه المواقف، وبتوصلهم اخبار ان ممكن تكون هذه الاجهزه معطله او غير ذات جدوى، فبالتالي بيبقى عندهم برضه الجراءه في اقتحام هذه الاماكن. طب معلش بس المخازن. احنا ناخد سريعا كده رد على كل حاجه. عندنا ازمه في الكاميرات اللي هي بنستوردها، كاميرات المراقبه تكون مستورده من الخارج، طب ما نشوف بديل تاني. يعني الموضوع صعب قوي كده؟ لا مش صعب، لان الكاميرات موجوده، بديل تاني ليه؟ هي محتاجه بس بنود الصيانه. ما هو دلوقتي في ازمه، حضرتك بتتكلم ان ده ازمه ثانيه في موضوع الصيانه. بند الصيانه ده بقى له اولويه، لان ده هو الحمايه الاساسيه. كبند مالي يعني، مش يعني ده شيء بديهي. بند مالي ما هوش يعني، ولو احنا عندنا ازمه نشوف بديل بقى ثاني. يعني ده من المفترض ذلك. اللي بالنسبه للمخازن المتحفيه، يعني في خطوه جريئه بتتعمل دلوقتي، محاوله اقتحام هذه المخازن بعمليه الجرد للمخازن ديت، بس هي المفروض تمشي بشكل اكبر واسرع، لان احنا عندنا مشكله كبيره لما بيتسرق حتى اثر ودون ان تكون مسجله بتسجيل رسمي، ما بيعترفش بيه في اوروبا، وبيعتبر ان الاثر ده يعني غير فاقد الاهليه، مولود غير شرعي وانت ما بتعرفش عنه حاجه، حتى لو هو اثار مصريه، لكن تسجيل هذا الاثر واثبات ان هو ملكك. ده ما بيتكلم على الطرق الشرعيه، ان هو هيروح يبيعه المتحف اللوفر، لكن الاثار ما بتتباعش. اللي هيسرقها مننا مش هيروح يبيعها كده، لا، في ناس على مستوى العالم الاثرياء. مصادرات المزادات الدوليه مش محتاج ان هي تبقى ساعتها بالعكس، يعني المدرج ساعتها او المتسجل بيبقى مرغم ان هو يرجعه، لكن هو بيبقى المطلوب الاثر الغير متسجل. عشان كده بنطالب بتسجيل الباقي. طب ما هو ده اللي انا بقوله. بالنسبه للاثار المصريه القديمه الفرعونيه، وبرضه بالنسبه للاثار الاسلاميه، هناك من التحف المنقوله في داخل المساجد اللي محتاجه تسجيل، ازمه زي ازمه المشكوات الاثريه. طبعا ده انتوا خدوها ومشوا عادي جدا، يعني الموضوع جزء من حشوات المنابر وكراسي المصاحف في المساجد الاثريه، وبيخشوا ياخدوها ويمشوا. يعني مش قادره افهم، يعني حتى لو ما فيش كاميرات مراقبه، يعني ياخدوها ويمشوا. يعني لسه كنا بنتكلم على حادثه زي دي من اسبوعين ثلاثه، ازاي حاجه زي كده؟ برضو ده غريب جدا بصراحه. والله يعني انا اقول لحضرتك، طبعا المشكله ان احيانا بيبقى في تسليم لمفتاح بعض دور العباده لاهل المنطقه، يعني ممكن امام المسجد او بعض القائمين على المسجد ما بيجيش، لانه هو من قريه او محافظه مجاوره للقاهره، فبيستسهل، ممكن يجي يوم الجمعه فقط، فتلاقي عادي جدا مفتاح المسجد بيتداوله رواد من اهالي اهالي المنطقه، وده طبعا لابد انه يمنع ولابد انه يتوقف. الموضوع ده يعني احنا بنتكلم ده على اوقاف ان هم بيدوا المفتاح، لكن الاثار فين في الموضوع؟ اعتقد الزملاء بيبقوا موجودين في يعني مواعيد العمل الرسميه، وحينما ينتهي ميعاد العمل الرسميه مش موجودين، دي نقطه. النقطه الثانيه، فتح وغلق المسجد مرتبط بمواعيد الصلاه، فبالتالي هذا التشابك لابد من ايجاد حلول بديله وسريعه جدا للانتهاء منه. ما فتح وقفل البنك مرتبط بعدد ساعات العمل، بس في امن 24 ساعه على البنك. من المفترض. واحنا عندنا ده الاثار زيها زي البنوك بالظبط، يعني المفروض اعتقد ان لازم يبقى في حد موجود ملوش دعوه بقى بساعات العمل او ساعات الصلاه. شوفي حضرتك، احنا كنا عملنا لجنه لاعاده المنظومه الامنيه، يمكن بالقطاع اللي انا كنت بشوف فيه، قطاع الاثار الاسلاميه، واتعمل فيها توصيات كويسه جدا، اترفعت للامين العام ثم للوزير الاثار السابق. ايوه. ولا ادري طبعا بعد كده، انا رجعت لعملي في الجامعه، يعني تفعيل هذه، يعني احنا وصلنا النتائج
نتائج كويسة جدا. ممكن توجز لنا النتائج دي؟ النتائج دي أولا عندنا تكدس في أفراد الأمن في بعض المناطق وأماكن أخرى تعاني من قلة الأفراد، فإعادة توزيع الأفراد حسب احتياج المناطق. طيب. دي أول نقطة. النقطة الثانية التعاون وعمل بروتوكول مهم جدا مع مصلحة التدريب في وزارة الداخلية وشرطة السياحة والأسعار، عندهم استعداد لتدريب أفراد الأمن وبالذات على حبل السلاح في بعض المناطق التي تحتاج إلى ذلك زي المناطق الغير مأهولة أو اللي في أطراف. الشيء الرابع منظومة الأمن ديت لازم او الثالث مركز منظومه الامن في نفس الوقت يعني مراعاه عمليه البعد الثقافي لافراد الامن يعني اعاده يعني هم في بعض منهم ما هوش حاسس بقيمه الاماكن اللي هو موجود فيها، يتعمل لهم دورات تدريبيه خاصه بيهم. دي نقطه مهمه جدا زي ما بنقول دورات التدريب على السلاح تبقى دورات تدريبيه خاصه بيهم. الشيء الاهم وده يمكن على مستوى الاصابع بشكل عام غير الامن البند الرعايه الصحيه. يعني فرد الامن ده لو هيقعد هو وزميله الاثري او المرمم لو قلنا في نبطشيات 24 ساعه بالنسبه للامن ده بينتج عنه توقيتات صيفيه وشتويه وما الى ذلك من تاثير. بند الرعايه الصحيه مهم جدا انه يتواجد لكل افراد الاثار، زياده بدل المخاطر الخاصه بالعاملين في الاثار ده تشجيع ليهم، بيتعاملوا في اماكن يعني ما تعرفش حضرتك ممكن واحد اثري يتعامل في منطقه وانا بشتغل في حفاير مع بعثه اجنبيه في البعثه الالمانيه في الفنطين، ممكن حضرتك كنت في الموقع تلاقي تعبان طلع، تلاقي عقرب، تلاقي طيب دكتور يعني محمد لان قدامنا دقيقه يعني. تقريبا دي مشاهد التماثيل من المطريه ده استكمال او دي مشاهد استكمال وده مباشر زي ما حضراتكم متابعين من المطريه مباشره. ده الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه امبارح اللي اختلف بقى فيه الناس هتتذكروا ده النهارده باستكمال استخراج الجزء الثاني من تمثال رمسيس اللي موجود في سوق الخميس في المطريه. بس انا شايفه مشهد مختلف برضو يعني نتفق او نختلف واحنا مش خبراء وكل حاجه بس في هنا مشهد مختلف الى حد كبير واعتقد هنا هيكون في برضو حذر من الاجزاء الاثريه اللي بتطلع مش بقى هتبقى محطوطه كده والاطفال يعني قاعدين فوقيها وتصوروا معاها يعني اتمنى يكون في برضو مشهد مختلف او نتمنى كلنا يكون في لا واضح مشهد من مختلف. الشكل العام اللي هو في اكثر في تنظيما صح يعني نقدر نقول ان المشهد اكثر تنظيما. طيب احنا دكتور محمد فقره خلصت بشكرك جدا واكيد ملف هنتابع برضو مع حضرتك فيه ومتابعين فيه اكيد. اسمه بشكرك جدا على الحلقه النهارده. لا ميرسي وشرفتيني وان شاء الله بقى كل يوم اثنين هنبقى مع بعض انا ونهوان ومره ثانيه طبعا اهلا بحسام وان شاء الله هيكون معانا زميل جديد طبعا حسام هيبقى انضم لاسره خميس وجمعه ان شاء الله. ان شاء الله يوم الخميس والجمعه هيبقى مع نهوان في اسره صباح اون. يا رب دايما نكون بنقدم حاجه مشاركة. شرفة مرة تانية جزيل الشكر يا دكتور شرفتنا. انتهت حلقتنا واشوفكم بكرة ان شاء الله.